السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أنا والله العظيم إني أتعجب من بعض صيلة الناس بصراحة، لكن هذا يدل ندل على نحن هنا يا من يقدم يعني ويعلم بينفع أن مقصرين، وكذلك السائل يسأل مقصر في تعلمه. لكن حلو أنه يسأل والإنسان ما يقول أنه عيب أني أسأل أني أتعلم. يعني من الأسئلة اللي تعجب منها أنه يقول هل الحج بس في شهر 12؟ أني أحج شهر الحجة بس، ما كان يدري كان بيحج في ذي القعدة ولا بيحج في محرم ولا بيحج أي شهر، يقول أروح أخف في زحمة. وهاتر مو يستهبل صدق والله. وأسأل واحد من الشباب يعني قال له واحد يمزح معه ولا كان يدري، قال له يجتمع رمضان وشهر الحجة وش تقدم؟ قال رمضان أصوم كل سنة، أبقدم الحجة هالسنة. يعني معنى كلام أنه ما راح يصوم لكن راح يحج لأنه مجتمع في شهر واحد. فشوف كيف الحال يعني وصل من بعض الناس تخفى عنه مثل هالمسألة هذه. وحث علي اليوم وحدة تسألت تقول وش معنات تقوى الله؟ قلت له تقوى الله تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. قالت هذا الكلام أعرفه يعني من يوم اللي كنت في الابتدائي بس ما أدري وش معناه. يعني تقوى الله عز وجل أن تفعل ما أمرك الله عز وجل، فكذا فهذا أنك تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذا الشيء أنك فعلت المأمور وتترك المحظور، يعني الشيء اللي يغضب الله عز وجل فهذا الشيء كذلك جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية. فقول يا جماعة الخير ترى مو عيب أنك تتعلم، مو عيب أنك تسأل أسئلة وتشوف أنها عيب أنك تتعلمها أو أنها تشوف سهلة وأنك تقول أنا ما أعرفها وش بتصير نظرة السائل اللي سألته عني، مو مهم نظرته، المهم أنك تعرف تتعلم شعائر دينك عشان تعبد الله على بصيرة.